قال الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن الأزهر لا يألو أي جهد في العمل على تعزيز قيم السلام وثقافة الحوار والتسامح. وخلال استقباله بطريرك الروم الكاثوليك في العالم يوسف العبسي، أكد الطيب أن الأزهر لا يدخر وسعا في نصرة القدس والتصدي لكل محاولات الاحتلال الصهيوني لتهويدها. ومن جانبه أعرب البطريرك يوسف العبسي عن تقديره لجهود الإمام الأكبر في مواجهة التطرف بكافة صوره، كما أشاد بقرارات الأزهر الشريف التي جاءت ردا على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس العربية المحتلة.